في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة هصلحها هتعرفي ولا جانا أحسن قلتلك هعرف أصبر ها جاهز ربنا يستر طب تعالى يلا ايه رايك ايه ده ايه الجمال ده عجبتك بجد مش قوي يعني ايه ده لا انا بهزر معاكي بصراحه تسلم ايدك انت كده انقذتيني مرتين النهارده واللي اديتك دمها بدل دمك اللي اتصفى كنت هتموت ما انقذتكش برضو يا سعد الله الاكل وصل ازيك يا جميل الحمد لله طب اقعدي معانا طيب الاكل وكده ماليش نفس هي مالها ما تاخديش في بالك هي دي جميله يعني عادي مفيش حاجه طب انا كده خلصت لك المشروع عندك اي مشاريع بتاعت اي حد بائس تاني كده ولا كده؟ لا بصراحة كتر خيرك انت كده انقذتيني في المشروع وانقذتيني في السندة اللي كانت على الارض دي وعطلتك كمان معايا يعني مفيش العطلة ولا حاجة ده احنا اللي معطلينك معانا عندك زبالة ولا خد مرميه مع السلة؟ لا فيهم باي باي يا عبد الله مع السلامة
شفتي بقى انك كنت جاي على الواد عبد الله؟ والنتيجه كانت ايه؟ هو كان هيموت عشان لسببي. عارفه طبعا. ما انتي عارفه ليه بتعرضي حياتك للخطر وحياه اللي حواليكي؟ ما تسيبي ماما والناس تشتغل. ما هو نادر شغال. ما تجيبيليش سيره الواد ده. الواد ده كل ما اكلمه في التليفون يقول لي جملتين: اقري قران وادعي لابنك. يمكن عايز يبعدك عن الخطر. خطر؟ اه صح. كان في صوره كده لفارس وكان معاه ناس فيها، فقالوا لي اسالك اذا كنتي تعرفي الناس اللي معاه دول ولا لا. تعرفي حد منهم؟ مين الواد ده؟ معنى كده انك عارفه البنت؟ انا ما اعرفش حد في الصوره دي غير الواد عبد. طب انتي مطمنه الامجد ده يا ماما؟ انتي عندك نفس الاحساس يا بنت يا زيدي صح؟ الواد ده طول عمره بيغير بين اخوكي فارس. من ساعه ابوهم رجع لهم في صندوق من الخليج والحنفيه اتقفلت وهم غيرانين منا. اه عشان هما كانوا اغنى مننا. لا لا لا، بس انا مش ده قصدي. انا قصدي على المصنع. ما هي المصيبه في المصنع؟ من ساعه ما اخوكي بقى مدير وهو الامر الناهي الواد اتغلى منه. ابعتي لي الصوره دي، انا هعرف من العيال. انا هطبع لك الصور وهجيبها لك معايا وانا جايه المره اللي جايه، عشان انا دلوقتي لازم امشي. عايزه حاجه؟ اشربي القهوه. عايزه انام بدري معلش. يوه انت هنا؟ انا كنت ماشي. ادخل يا خالي. مشير اختي حبيبتي. بنتي يا جميله، انتي يا بنت، يا بنت ردي عليا، يا بنت قطعتي نفسي. بنت مالك يا جميل؟ في ايه يام؟ ماليش. يعني ايه مالكيش؟ لما هو مالكيش مفطوره من العياط ليه وسحنتك مقلوبه؟ لو انت صادقه خليت ربنا. قولي لي يا بنت، انتي مش طلعتي تودي لعبد الله حاجات؟ ها؟ ايه اللي حصل فوق؟ ما تتكلمي. انطقي يا بت وطمنيني. زعلك؟ ضربك؟ مد ايده عليكي؟ اتنيل وعكسك؟ ما عملش حاجه. وانا مين عشان يعكسني ولا يبصلي؟ انا مين عشان يعبرني؟ بس يا ماما ليه كده بس يا بتي ليه؟ مش احنا عارفين ان كل شيء نصيب؟ يا عالم ربنا شايل لك ايه عنده؟ بس يا توجعيش قلبي عليك. تسلمي ايديك، القهوه عجب. مش شفا. ثلاثة بالله العظيم دخت غلبت ادور عليكي. ليه كده يا اختي؟ ده حتى ماجده قلبها واكلها عليكي من ساعتها. قالت لي اسمع يا رشاد، انت تدب الارض ورجلك ما تهوبش عتبه البلد الا ما تعطر على اختك. هي اخبارها ايه هي والبنات؟ حلوين بيبصوا ايديكي. ايه البنات يا اختي كل ما بيكبروا همهم بيتقل. على راي المثل بتاع امك الله يرحمها، خلفه البنات هم للممات. اهدي. هو ده المطرح اللي انت قاعده فيه؟ بقى تسيبي ناسك وحبايبك عشان تقعدي في الحق دي؟ هما فين ناسي وحبايبي دول يا رشاد؟ الناس دي عشت معاها عمر بطوله فاكراهم حبايب، ولما راح فارس اكتشفت ان هما اكتر ناس بيكرهوني انا وابني. تصدقوا وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. حتى البنت اخته شايله منه. وماله؟ بس اهو اخوات ومصارين البطن بتتعارك. الدور الباقي يا اختي هي على اللي انت فاتحه لهم بيوتهم بياكلوا من خيرك. تقصد مين؟ شوف انا مش جاي اوقع ولا اضرب زر في حد، بس انت اختي لازم اخليكي تحرصي. اللي اسمه خليل ده والولد التاني اللي بيقولوا انه صاحب فارس، الواد اللي اسمه امجد،
أنا ما خافش في حياتي قد اللي كان راسي براسه، ولما تعلى راسي حبتين السواد والغل بيطلعش غير من القريب. عشان كده طول عمري أقول حرص من القريب أكتر من الغريب. وأظن يا أختي ما كانش فيه أقرب ليك أنت ولا لابنك الله يرحمه قد خليل والمدعو اللي اسمه أمجد. السلام عليكم يا بنات. السلام. عاملين ايه؟ الحمد لله. اعدلي الكتاب يا عين امك. امك على فكره بتفك الخط. ايه ده والله بتفك الخط؟ اه بفك الخط. اختكم فين؟ رضا في المجموعه. مجموعه؟ اتاخرت يعني. واحنا مالنا؟ بتبقي تكلميها لما ترجع. وابوكوا طبعا لسه ما جاش، فايتكم لوحدكم طول النهار ولا على باله. حاجه تقرف. ما تكلميها لحسن تعوق وامك تضرب الدنيا على دماغنا. وانا مالي يا اختي؟ ما تكلميها انت. مش فاهمه مجموعه ايه بس اللي لحد دلوقتي دي. وكمان ما بتردش على الموبايل. هترد عليك يعني ازاي يا فوفه؟ واقف نص الشغل.
نص الشرح. شرح ايه ده؟ لو مدرسة ليلية كان زمانتها قفلت. كنت فين يا عن امك لحد دلوقتي؟ انت ما قلتلهاش. انا ماليش دعوة. ردي عليا، انا اللي بكلمك. كنت فين؟ انهو شرح ده اللي قاعد لحد دلوقتي؟ ها؟ دي مجموعة دي ولا حفلة تاسعة؟ في ايه يا ماما؟ خلصنا المجموعة وروحنا نصور الورق. ورق؟ انهي ورق اللي يقعد يتصور ده كله؟ ها؟ كان زحمة زحمة. يوه يا حبيبتي يا حبيبتي، انا مش عاوزة غير مصلحتك. وهي مصلحتي دي ما تجيش غير بالشخط والنطر؟ من خوفي عليك يا رضوى. انت عارفة انك دونا عن اخواتك انت غالية عندي قد ايه. ده انت اول ما شافت عيني يا حبيبتي بلاها الغلاوة دي لو هتفلقيني بيها. رضوى لسانك بأطول منك يا رضوى. جرى ايه؟ جرى لك ايه يا بنتي بطني؟ من اللي بشوف؟ ما انت بتخرجي من صباحية ربنا وتسيبيلي اخواتي وخدمة البيت ده غير ما اروحهم المدارس والمجاميع وابويا اللي تتفات له بلاد. يا بنت يا بنت ما تقوليش عليه كده، عيب. ده مهما كان بردك ابوكي. يا شيخه بقى حرام عليكي، ده بيبات في الحجز اكتر ما بيبات في سريره. انا مش فاهمه انت مستحمله على ايه غير شي بس اكل ومرعى وقله صنعه. لازمته ايه في البيت ده؟ والنبي قوليلي، اصلي مش واخده بالي. راجل لازمته ان هو راجل بيحمينا وبياخد بحسنا في وسط الشارع اللي احنا عايشين فيه. فهمتي يا حبيبتي ولا فهمك كمان؟ ما سمعتيش المثل اللي بيقول ضل راجل ولا ضل حيطه؟
مورنينج يا زوزو. مورنينج ماجي. نفطر سوا؟ اوكي. شكلك ما نمتيش امبارح بعد ما قفلت معاكي. مظبوط. اي حاجة حصلت؟ طب نفاول الاول بعدين نتكلم. زيزي ماما كويسة؟ ماما مش استيبل خالص يا ماجي، وانا حتى مش قادرة ابقى جنبها. وكنت ان دي فترة وهتعدي. موت اخوكي ما فاتش عليه 2 ويكس. كلمك تاني؟ طب غير موضوع ماما، حاساكي متغيرة، هو في حاجة تانية حصلت امبارح؟ حاجة تانية حصلت امبارح سهرك طول الليل؟ ايه ده، حب جديد ده ولا ايه؟ مش عارفة تفهميني ولا لا، بس جات لي لحظة كده رجعتني 4 سنين لورا. حسيت اني لسه ايام الجامعة، كل اللي في دماغي عايزة اخلص مشروع التخرج بتاعي بسرعة وعايزة انجح. وفجأة ظهرت ضحكة، ضحكة كنت فاكرة اني نسيتها من زمان. وظهر شوية توتر، بس لأول مرة ظهوره ما يضايقنيش. واو. ولقيتيها فين آلة الزمن دي؟ لقيتها على السطوح. ديتيلز بسرعة. الو انت تاني؟ هو انا مش قلت لك ما تتصلش بيا؟ انت ايه؟ ما بتفهمش؟ طيب انا جاي. في ايه يا زيزي؟ انا لازم انزل حالا. طب فهميني، طيب في ايه؟ ده اللي سرق عربية ماما يا ماجي. طب انا مستنياك هنا اوصلك. عارف يا منام، انا بحب الاماكن المفتوحه جدا. وانا كمان بحب ريحه الزرع وهو مرشوش ميه، بجد بتخليني مبسوطه قوي. انت فعلا مبسوطه قوي؟ طيب مبسوطه عشان المكان والزرع ولا عشان انت قاعده معايا؟ على فكره انا كمان مبسوط قوي. انت كمان بتحب ريحه الزرع؟ لا مش قصدي، انا مبسوط قوي عشان اتعرفت عليك يا نسمه. مش محتاج مساعدة يا ابو حميد. لا مش محتاج، بس ايه البوزة الجامدة دي؟ ما تكلم نفسك يا عم انت وهو. حد كلمك ولا ايه يا برنس؟ يعني ايه حد كلمك؟ ما تقصدي اللي انت حبيته ده؟ كنت اعرف منين ان هو كده يا عم؟ خلاص بقى يا منم، او مش هو جدع. لا مش جدع، حتى ما عرفتش ابقى جدع. يلا بينا. استنى. يلا يا منعم استنى بس. استغفر الله العظيم يا رب. هنروح فين طيب؟ ايه ده؟ هو انت مش جاي معايا؟ استنى يا حته يا منعم. هكلمك. وكمان حرامي عربيات؟ دي برضه مقابلة بعد شهرين ما شفتيش فيهم. انت ليك عين؟ ما انت اللي مش عايزة تقابليني يا استاذ. تقوم تسرق عربية أمي؟ حقي.
بقيت فلوس اللي ليا عندك. حقك ايه يا حرامي؟ ده ما كفكش اللي انت سرقته؟ انا مش قلت لك تيجي لوحدك؟ طول ما انت ماشيه وراها تفضل واقفه بيني وبينك. انا مفيش حاجه بيني وبينك يا عمر. وبعدين انت مش سرقت العربيه؟ عايز ايه تاني؟ وانا هعمل بيها ايه؟ انت فاكراني حرامي عربيات عشان كده اعرف اتصرف فيها؟ والمطلوب فلوسي عمولتي في كل العقود اللي مضيناها مع العملاء. انت باجي حاوي على فكره. ابعدي عني يا ماجح سلك. فلوس ايه اللي انت عايزها؟ ده انت حاطط في جيبك اضعاف اضعافها. وانا كنت بصرفها عليا لوحدي؟ امال الهدايا والهدوم والفسح اللي غرقتك بيها تبقى ايه؟ وهو انت كنت بتصرف على مراتك من فلوس العملاء اللي المفروض تتصرف على تشطيب شققهم؟ هو انت كنت بتغرقني في ديون ولا بتغرقني في الهدايا والفسح؟ ديون انت هتستهبلي؟ مش حال في خطه واحده خلصت فيها من اخوك ورجعت قعدت على حجر امك من تاني؟ انت جننت ولا ايه؟ فعلا اتجننت يوم ما طلقتك وتهبلت يوم ما سبت ملايين امك تضيع من ايديا. زباله. يلا يا ماجد. يلا اهربي اهربي. من يوم ما سافرت كندا وانت بتهربي. اهربي. هي بدأت تنزل بس المفروض مدام مشيرة تعرف. احنا قلنا بلاش نزعجها خصوصا بعد اللي حصل لابنها الله يرحمه. وفريدي جرى له حاجة لا قدر الله. امك اتصلي بيها احسن. طب كملي عبال ما اكلمها. ايه الريموت ده بايظ ولا التلفزيون ولا ايه؟ طب يا اخويا ده الريموت بتاع الدش ولع التلفزيون الاول. ليك حق ما انت بقالك يجي سنة ما جيتش ناحيته. خلاص مش عايزه. وبقالك يجي 10 سنين ما خدتش اجازه. وانت عديتيهم؟ مالك يا ابو منى؟ الو دار ايتام ايه؟ انت بتاعت ايه يعني؟ وماله فارس؟ حاضر 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 هبلغها هبلغها في رعايه الله في رعايه الله. الملاجئ بتتصل بيك ليه يا خليل؟ تعالى يا منى شوف ابوك شكله عنده عيل وحاشه في الملجا. بس انت المسلسلات التركي لحس دماغك. امال ايه حكايه الملجا دي ومين دي اللي هتبلغها؟ مدام منشيره متكفله بطفل في الملجا فهمتي؟ وهي من امتى يا اخويا والحدايه بتحدف كتاكيت؟ دلوقتي الحدايه بتحدف كتاكيتها على الملاجئ. يا لهوي تقصد ده؟ حسك عينك تجيبي سيره على الموضوع ده فاهمه؟ ايه يا منعم؟ ايه مش ناوي تسمعنا حاجة النهاردة؟ مالك يا منعم؟ امال فين موبايلك؟ ضاع تاني؟ معلش حد هيلاقيه وهيرجعهولك. مش عايزه انا كسرته 100 حتة. ليه كده يا ابني بس؟ ليه؟ عشان اللي زي ما ينفعش يمسكوا موبايلات فهمت؟ شبهه كفايه يا زيزي بتدي كلامه قيمه مش معقول كده. انا مش عارفه ازاي حبيت بني ادم زي ده ازاي ما شفتش بالنسبه لها قوي كده عشان كنت ضعيفه. انا اللي دايما بختار غلط. مش مظبوط بدليل انك زمان اخترتي صح ولما راح منك حاولتي تكوني قويه بس كان فاضل جواكي جزء ضعيف ما يكملش غير بالحب. عمر جه في وقت غلط وقت انت كنت ضعيفه فيه والضعف مع الحب ما بيقويش بيكسر يا زيزي. صح وانا اتكسرت قوي يا ماجي.
وانتي يوم ما قررتي تسيبيه يا زيزي. كفايه يا زيزي بقى كفايه. عمر مش عارف. عايزه تشوفي فارس الصغير هتلاقيه في درق ايتام الامل، ولو مش مصدقاني اسالي امه السوسته. ايه السوسته دي؟ ومين فارس الصغير ده؟ بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة.